بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. دعوة للتفاؤل، دعوة للثقة بإذن الله، الثقة في فريق النادي الأهلي وهو على بعد خطوات من مباريات أو لقاء نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المباراة الكبيرة والمباراة المنتظرة بين الترجي والأهلي يوم السبت القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. كلنا ثقة وكلنا متفائلين بإذن الله أن فريق النادي الأهلي يقدر يعمل مباراة كبيرة تساعده على لقاء الإياب بعدها بأسبوع في ملعب الأهلي والسلام. بإذن الله النادي الأهلي هيكون في الموعد من أجل الدفاع عن اللقب الإفريقي نحو البطولة العاشرة بإذن الله إن شاء الله. رجال النادي الأهلي، لاعبين، جهاز فني بإذن الله، ودعوات الجماهير هتكون خلف الفريق في هذه المباراة الكبيرة اللي الكل وصفها نهائي مبكر بين الأهلي والترجي. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها كل المستجدات، خاصة بعد وصول البعثة بالأمس، وهنشوف آخر التطورات وآخر الأخبار، خاصة بعد أقل من ساعة هيكون أول تدريب لفريق النادي الأهلي على الملعب الفرعي في رادس استعدادا لمباراة يوم السبت القادم. نبدأ بسؤال حلقة النهاردة، ودايما كده بندخل الجمهور معانا في أجواء الحلقة من بدايتها. سؤال حلقة النهاردة، توقعاتكم لتشكيل الأهلي في مواجهة الترجي في لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. شاركوا معنا عبر صفحات القناة، عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات، وكل واحد يضع نفسه كأنه بيتسو موسيماني من التشكيل اللي ممكن يبدأ بالأهلي في هذه المباراة، وبإذن الله تكون كل العناصر متوفرة في هذه المباراة الكبيرة. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يخوض مرانه الأول بتونس. كمان في ترند الأهلي، أفشة وطاهر جاهزان للترجي. وفي الترند العالمي، إعلان جدول الموسم الجديد للدوري الإنجليزي. طيب، زي ما انتم شايفين بالتأكيد الدوري الإنجليزي الناس بتستعد من بدري وبتعمل جدول موسم جديد. أتمنى يا رب الدوري المصري في فترة من الفترات يبقى زي نظام الدوري الإنجليزي كده. لكن دوري المصري لسه مستمر في الجولة 26 واستئناف المباريات اليوم بعد مباريات الأمس. النهاردة في مباراتين، مباراة الساعة 7 هتجمع البنك الأهلي مع إنبي، ومباراة الساعة 9 من مساء اليوم سيراميكا كليوباترا مع المصري البورسعيدي. ده استكمال لجولة المباريات في الأسبوع 26. بالأمس كان في مباراتين بالتأكيد، كانت المباراة الكبيرة اللي كل امبارح كان بيتابعها وكانت مفاجأة، فوز السموحة على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. طيب، مباريات اليورو 2020، وطبعا مباريات اليورو خلاص دخلت في المراحل الحاسمه خاصه بعد ختام الجوله الاولى. منذ لحظات انتهت مباراه فنلندا وروسيا بفوز روسيا بهدف مقابل لا شيء. روسيا قدرت بسرعه ترجع لترتيب المجموعه، بقى عندها 3 نقاط، وما زالت فنلندا ب3 نقاط بعد الخساره في هذه المباراه. الساعه 6 بعد الحلقه مباشره تركيا هتلعب مع ويلز، وهذه المباراة لازم أي فريق يفوز، لأن ويلز عنده نقطة وتركيا ما عندهاش أي نقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى. والساعة 9 مباراة إيطاليا وسويسرا، إيطاليا عندها 3 نقاط وسويسرا عندها نقطة واحدة، وأي نتيجة إيجابية بالتأكيد هتساعد أي من الفريقين للتأهل للدور الثاني. دي مباريات الجولة الثانية وانطلاق مباريات الجولة الثانية ليورو 2020 اللي بالتأكيد مقامة هذه البطولة في هذا العام 2021 وتأجيلها بسبب جائحة كورونا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل ندخل بقى في تفاصيل الحلقة، وعندنا كلام مهم جدا عن استعدادات الأهلي للترجي وعدد من الأخبار والكواليس مش هتسمعوها إلا في برنامج الترند. بعد الفاصل نلتقي بكم. تعالوا نكسب أفريقيا. زي ما قلت لكم الحلقة النهاردة إن شاء الله فيها دعم وتفاؤل وثقة، وعشان نبدأ فقرة الترند لازم يكون أول حاجة نتكلم عليها اهتمام السوشيال ميديا. والترند حاليا دلوقتي على السوشيال ميديا أصبح هو المرآة لما يحدث في الساحة الرياضية بشكل عام. التوقيت اللي سافر فيه بعثة الأهلي أو سافرت فيه بعثة الأهلي بالأمس إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي، جماهير النادي الأهلي كانت في الموعد، وعلى طول من خلال رسائل الدعم المعنوي والدعم الجماهيري عبر السوشيال ميديا. كان في امبارح أكتر من ترند لما جمهور الأهلي يدخل ويشارك في هذا الهاشتاج، لازم على طول تاخد بالك وتشوف ان هيكون على طول هذا الترند اللي فيه اسم الاهلي او جمهور الاهلي هو المتصدر في مصر. قدامكم على الشاشه طبعا دي بعض اللقطات الحصريه من وصول البعثه في الامس في مطار قرطاج. بعد الوصول طبعا كان في تسكين لفندق الاقامه في كل اللاعبين، وكل كان امبارح الحمد لله يمكن يتسكن بشكل جيد جدا، وكان في تحضير بشكل كويس للمباراه باذن الله. قدامكم على الشاشه ترند رقم 1، قاتلوا في رادس.
طبعا قاتلوا فرادس، يعني لعبوا بروح كبيره، لعبوا يعني لاخر نفس في هذه المباراه بجديه برجوله عشان تقدروا تعملوا نتيجه ايجابيه قبل لقاء الاياب. كان هو الترند رقم واحد بالامس قاتلوا فرادس. زي ما قلت لكم جمهور الاهلي عمل هاشتاجات امبارح، رسائل دعم ودعم معنوي كبير جدا للاعيبه وللجهاز الفني، وبتوصل بالمناسبه السوشيال ميديا سلاح مهم جدا، ازاي تقدر تستغله عشان يكون سلاح ايجابي قبل المباريات الكبيره. طيب وانا بتكلم على الجمهور، امبارح كان في خطوه ممتازه، النادي الاهلي ارسل لاتحاد كره القدم ولوزاره الشباب والرياضه طلب بالتاكيد لحضور جماهير النادي الاهلي في لقاء الاياب على ملعب الاهلي والسلام. الطلب ده بالتاكيد جاي في توقيت مهم جدا، لان خدوا بالكم عايز اقول لكم نقطه مهمه، الناس ربطت التوقيت ان خلاص مباراه الترجي والاهلي في رادس هتكون بحضور جمهور فالاهلي طلب. لا يا جماعه، احنا بنتكلم امبارح كان بتاريخ 15 يونيو المباراه العوده على ملعب الاهلي والسلام بتاريخ 26 يونيو، فعشان ترسل الطلب الرسمي، لان كمان الطلب بيتم ارساله للاتحاد الافريقي، لازم بيكون قبل موعد المباراه بحوالي 10 ايام. عشان كده امبارح كان المواعيد القانونيه الرسميه اللي يقدر من خلالها النادي الاهلي يرسل للاتحاد الافريقي وللجهات المعنيه في مصر لطلب حضور الجمهور قبل موعد المباراه ب 10 ايام. وبالفعل الطلب موجود امبارح امام كل الجهات المختصه، وباذن الله بنامل بالتاكيد كل الدعم والمسانده لفريق مصر بيمثل مصر زي النادي الاهلي في هذه المباراه الكبيره، وكلنا ثقه ان شاء الله في كل الجهات المختصه خلال الفتره القادمه تلبي هذا الطلب بما يتوافق مع الاجراءات الصحيه والاجراءات الاحترازيه والاجراءات الامنيه. وبالتاكيد الكل ان شاء الله باذن الله هيسعى الى تقديم كل المساعده لمن اجل حضور الجماهير بكل الاجراءات في هذه المباراه. عايز أكد على نقطة مهمة جدا، وإحنا طبعا قدامنا على الشاشة هي الكواليس، وزي ما إحنا شايفين وصول طبعا اللاعبين والتر بواليا وأليو ديانج انضموا النهاردة. ده الصورة طبعا الخطاب طلب النادي الأهلي من وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي لحضور الجماهير في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المباراة اللي هتقرر إقامتها إن شاء الله يوم 26 يونيو على استاد الأهلي والسلام. بنفس الخطاب بنفس المعنى تم إرسال أيضا نفس الطلب إلى اتحاد كرة القدم المصري اللي بيرأس في هذه الفترة اللجنة الثلاثية المهندس أحمد مجاهد لاتخاذ الإجراءات خلال الفترة القادمة. قلت لكم الطلب ده تقدم في التوقيت القانوني، لأن أنت لازم تراسل الاتحاد الإفريقي قبل موعد المباراة بعشرة أيام، وبالأمس كان 15 يونيو قبل موعد المباراة بالظبط يوم 26 يونيو بعشر أيام، وفي انتظار الموافقات الرسمية خلال الأسبوع المقبل. طيب عايز أتكلم بقى على موافقة الصحة في تونس والجهات المعنية على حضور الجماهير. نقطة كده من ضمن الكواليس عشان أشرح لكم بالظبط برضو جزئية ممكن البعض مش واخد باله منها، وهي شطارة بصراحة، هي شطارة للمسؤولين في تونس إزاي يقدروا يقدموا شروط وإجراءات احترازية عشان الجمهور يحضر في هذه المباراة. من ضمن الشروط وهذه الإجراءات واللي انفردنا بها بالأمس واتكلمنا عن فكرة أن هيكون في مسحة بي سي آر وتباعد اجتماعي، لأول مرة في المباريات الإفريقية الجانب التونسي بيقدم شروط وإجراءات احترازية بنفس البروتوكول اللي كان بيطبق في مباريات كأس العالم للأندية والبروتوكول اللي بيعتمده الفيفا والاتحاد الإفريقي. وبالتالي الاتحاد الإفريقي لما تلقى الخطاب، أنا عايز أقول لكم من الكواليس الطلب تم الموافقة عليه بنسبة 100%، مفيش أي مشكلة. الذكاء هنا منين بقى؟ رئيس الاتحاد التونسي هو دكتور وديع الجريء، رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي هو دكتور وديع الجريء، فبالتالي بيبقى عارف البروتوكول بتاع الاتحاد الافريقي عشان توافق على هذا الطلب في توقيت زي ده ووقت ضيق قبل مباراه يوم السبت، وامبارح كانت الموافقه الرسميه كان يوم الثلاث، فبتتكلم في ظرف 4 ايام. لكن عشان تاخد موافقه رسميه انت بتقدم شروط واجراءات احترازيه بتجبر فيها الجانب الافريقي او جانب الكاف، عشان لما يشوف الاجراءات هيلاقيه بيطبق اجراءات ما اتطبقتش في اي مباراه افريقيه قبل كده. الناس اللي هتخش او الجمهور اللي هيخش هيخضع لمسحه كورونا، هيكون في تباعد اجتماعي، هيقعدوا في اماكن متفرقه في ملعب رادس، فبالتالي الموافقه هتكون موجوده بإذن الله مع مباراة العودة. وده برضو جزء من الذكاء اللي ما بتطلب الإجراءات الاحترازية عشان الجمهور يحضر. الميزة بقى عندنا في مصر إن الجمهور اللي ممكن يحضر لما الجهات السلطات المختصة في مصر توافق، أنت عندك نسبة كبيرة جدا خدوا اللقاح في مصر ما يقرب من حوالي 3 مليون رغم من الجانب التونسي حوالي 300 ألف. أنت مش ممكن تعمل مسحة، ده أنت ممكن تقول في إجراءاتك الاحترازية الجمهور اللي هيدخل هو اللي خد اللقاح الخاص بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة، أو اللي ممكن يعمل مسحة بي سي آر في آخر 48 ساعة، فبالتالي عندك أكتر من إجراء احترازي ممكن تطبقه الفترة الجاية زي ما الجانب التونسي تعامل بذكاء في هذا الجزء وقدر يطبق إجراءات أو يحط شروط تساعد الجمهور على الحضور في مباراة رادس يوم السبت القادم. طيب دي جزئية متعلقة بدعم الجماهير والهاشتاج، وشرحت جزئية حضور الجمهور في تونس وإزاي نستفيد بده إن شاء الله في مباراة العودة مع مباراة السبت القادم والإياب بعدها بأسبوع. طيب الجزئية الثانية وهي متعلقة بتقنية حكم الفيديو بروتوكول الفار. الكل قلقان الفار هيكون موجود، هل ممكن لا قدر الله يتعطل في الجمارك زي ما حصلت قبل كده أكتر من مرة؟
امبارح كان في ورشه عمل مهمه جدا. الورشه دي مش بتكلم في تفاصيل فنيه، بتكلم على فكره ان ورشه العمل دي بتدينا يعني صوره ان تقنيه الفار في حرص ان الاتحاد الافريقي تكون موجوده في كل مباريات الذهاب في دوري الابطال والكونفدراليه. قدامكم على الشاشه جلسه زوم ميتنج اتعملت بالامس من خلال فيرون امبومبا الامين العام للاتحاد الافريقي وفي حضور مجلس خبراء التحكيم ايدي ماييه وديونيور مانديز وجيروم دامون، كانوا موجودين مع الاطقم التحكيميه اللي هتدير مباريات الذهاب في اربع لقاءات، مباراه الترجي والاهلي فيكتور جوميز قدامكم طبعا على الشاشه، مباراه الوداد وكايزر تشيفز هيكون فيها ايضا كمان مجيد نضاي، وعندكم طاقم تحكيم مصري حكام مصريين موجودين ايضا امين عمر ومحمد عادل محمود عاشور طارق مجدي احمد حسام طه موجودين قدامكم في الصوره، هيكون موجودين في مباراه القطن الكاميروني وشبيبه القبائل الجزائري، وايضا طاقم تحكيم هيكون موجود في مباراه بيراميدز والرجاء المغربي. ورشه العمل دي مش في تفاصيل فنيه، ده بتديك صوره ان تقنيه الفار في حرص من الاتحاد الافريقي تكون موجوده في الاربع مباريات. وكان الكلام بالامس على ازاي ان احنا نمر بالاربع مباريات لبر الامان عشان ما يتكررش نفس الازمات والمشاكل التحكيميه اللي كانت موجوده في الفتره السابقه. حرص الاتحاد الافريقي على ورشه العمل والحديث مع الحكام وكانه معسكر لمده ساعه كان مهم جدا. الاضافه لده كمان، هل تتخيلوا ان في مباريات في كاس الكونفدراليه اتنقلت للعواصم عشان تقنيه الفار تكون موجوده وما يكونش في صعوبه في نقل هذه التقنيه الى ملاعب في اماكن بعيده عن العاصمه؟ رادس وتونس هي العاصمه هتكون فيها التقنيه، فيكتور جوميز حاضر، جاني سيكازوي الحكم الزامبي موجود في التقنيه، وباذن الله هنشوف عداله تحكيميه بنسبه كبيره جدا لان الاداره الجديده للكاف عايزه تنجح بشكل كبير جدا في هذه الفتره وتمر مباريات دوري ابطال افريقيا خاصه في رادس لبر الامان. طيب الجزئيه الثالثه استعدادات الاهلي، والاهلي وصل بالامس ومن اليوم بدا العمل الجاد للتدريب في الملعب الفرعي لرادس. في تفاصيل كتير في هذا الموضوع وفي اخبار كتيره في هذا الموضوع خاصه بعد انضمام اللعيبه الاجانب اللي كانوا موجودين في المنتخبات في الاجنده الدوليه، وجود الكابتن محمود الخطيب زي ما احنا شايفين في الصوره مع الكابتن سيد بالتاكيد كرئيس للبعثه والدعم المعنوي، وتفاصيل كتير واخبار كتير. لكن بالتاكيد اذهب الى زميلي العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي موجود مع بعثه الاهلي في تونس عشان نعرف منه كل الجديد. مساء الخير يا فاروق، برحب بيك في البدايه، الحمد لله على السلامه، وعايز اعرف منك كل الاخبار المتعلقه بالبعثه منذ ان وصلت بالامس حتى هذه اللحظات وقبل انطلاق اول مران للفريق بعد لحظات. كل التحية ليك زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من تونس الخضراء وبالتحديد العاصمة تونس، مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لدور أبطال إفريقيا. طبعا لا صوت يعلو فوق هذه القمة، النهائي المبكر اللي بيجمع ما بين اثنين من أفضل يعني فرق القارة السمراء، فريق النادي الأهلي طبعا حامل اللقب في مواجهة فريق الترجي التونسي. هنا كل الأحاديث سواء في تونس سواء في مصر، طبعا المباراة بتحظى بأهمية وشعبية كبيرة جدا، وده اللي لمسناه لدى وصولنا بالأمس في مطار قرطاج وكان في استقبال فريق النادي الأهلي معالي السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية، وأيضا الأستاذ حمدي المودة برئيس مجلس اداره نادي الترجي التونسي اللي كان حريص ان هو يستقبل فريق النادي الاهلي اللي بيحظى طبعا بحفاوه الاستقبال، ونقول ان هي بتدل على قيمه ومكانه العلاقه الوطيده جدا اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي ونادي الترجي. نتكلم بقى محمد على فريق النادي الاهلي واخر استعداداته، يعني النادي الاهلي يعني خلال هذه اللحظات مستر بيتسو موسيماني بيعقد محاضره فنيه مع اللاعبين، بيتفرج على طبعا هو كان تابع كافه اللقاءات فريق الترجي في الفتره الاخيره، بيقف على الايجابيات والسلبيات الخاصه بفريق الترجي التونسي وبيشرح للاعبين بعض الامور الفنيه اللي هو هيطبقها النهارده في التدريب. طبعا النادي الاهلي عنده غياب لمحمد هاني في مركز الظهير الايمن، مستر بيتسو موسيماني طبعا عنده اكتر من حل سواء اكرم توفيق سواء احمد رمضان بيكم، كلها حلول بيفكر فيها بيتسو مستر بيتسو موسيماني في هذا الامر. في المحاضره الفنيه طبعا بيقف على كل النقاط الخاصه بفريق الترجي التونسي اللي تابع يعني كافه مباراته زي ما قلنا في الفتره الاخيره. برضه نتكلم محمد على حاله اللاعبين المصابين في النادي الاهلي، عايز اطمنك على كافه اللاعبين المصابين اللي كان يعني خلال الفترة الأخيرة، سواء أكرم توفيق اللي كان أصيب بكدمة لكن أنا بطمنك عليه في فحص طبي يعني تم إجراءه ليه أكرم توفيق وهيشارك بصورة كاملة إن شاء الله في المران اليوم. أيضا محمد مجدي قفشة يعني زي ما صرح لنا الدكتور أحمد أبو عبلة وطمنا على محمد مجدي قفشة والبرنامج التأهيلي اللي خضع ليه واللي كان عنوانه التصميم والإرادة عند محمد مجدي قفشة إنه يكون موجود في هذا اللقاء، وده اللي سهل عملية سرعة عودة محمد مجدي قفشة في الفترة الحالية. أيضا طاهر محمد طاهر اللي كان تعافى بعد يعني بعد إصابته في المعسكر
معسكر المنتخب الاولمبي، لكن طمنا ايضا عليه الدكتور احمد ابو عبله وقال ان طاهر جاهز لمواجهه فريق الترجي التونسي. يعني نقدر نقول ايضا بالامس كان التحق يعني وولتر بواليا وعلي معلول، علي معلول بعد انتهاء مباراه تونس ومالي، وايضا وولتر بواليا بعد انتهاء معسكر منتخب الكونغو التحق ببعثه النادي الاهلي بالامس سريعا عقب نهايه اللقاء تونس ومالي اللي كان شارك فيه علي معلول لمده 60 دقيقه. والمناسبه يعني مستر بيتسو موسيماني كان قاعد بيتابع اللقاء علشان يقف على حاله علي معلول واليو ديانج. ايضا اليو ديانج انضم للفريق اليوم وهيكون موجود معانا في المران، يعني اللي هيكون تحركنا ليه بعد قليل هيكون متواجد النادي الاهلي بكافه العناصر. طبعا انت عارف الانسجام في الفتره الاخيره، الفريق كان الفتره الاخيره طبعا ما كانش مكتمل الصفوف في ظل غياب بعض اللاعبين الدوليين او اللاعبين اللي مع الموجودين مع المنتخب الاولمبي. فالنهارده هيكون اول مران بتكتمل فيه صفوف النادي الاهلي ان شاء الله. يعني عايز اقول لك برضو من الامور المهمه جدا وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس بعثه فريق النادي الاهلي، وايضا مع وجود الاستاذ طارق قنديل وخالد مرتجي اللي بيعقدوا اكتر من اجتماع مع مسؤولي السفاره المصريه لتسجيل كل الامور طبعا، وايضا اختيار ملعب التدريب اللي خلاص تم الاتفاق عليه ان النادي الاهلي هيقدم تدريباته على الملعب الفرعي برادس، هتستمر عليه تدريبات فريق النادي الاهلي حتى يعني المران اللي هيكون المران الاخير على الملعب الرئيسي اللي هيكون يوم الجمعه، ثم المباراه هتكون على الملعب الرادس ان شاء الله او ملعب حمادي العقربي، يعني مع تغيير الاسم يا محمد زي ما انت عارف ان تم تغيير ملعب رادس او تغيير اسم ملعب رادس من الملعب الاولمبي برادس الى حمادي العقربي اللاعب التونسي اللي كان توفى، وتم اطلاق الملعب باسم حمادي العقربي. نقدر نقول ان كل الامور وكل التفاصيل الخاصه بالفريق يعني بتسير على افضل ما يرام، والتنسيق اللي بيتم ما بين الكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ مع مسؤول السفاره المصريه زي ما قلنا تحدد ميعاد التدريب. ايضا الاجتماع الفني هيكون يوم الجمعه، لكن تقدر تقول من بعض الامور الخاصه بالاجتماع الفني خاصه باللبس الفريقين، طبعا نادي الترجي يبقى الزي بتاعه المميز الاحمر في الاصفر، النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا يبقى ما بين القميص الازرق، كل الامور دي هتبان في الاجتماع الفني اللي هيتم عقده ان شاء الله يوم الجمعه. ايضا الامور الخاصه بحضور الجمهور ويعني خلاص ان تقدر تقول النسبه اتحددت خاصه من موافقه المسؤول الحكومه هنا في تونس والاتحاد الافريقي على وجود 5000 متفرج طبعا ما اتخذ كافه الاجراءات الاحترازيه. عايز اقربك ايضا يا محمد من معسكر فريق الترجي التونسي ومعين الشعباني اللي دخل يعني دخل بالفريق معسكر مغلق منذ اول امس، يعني فارض ايضا نوع من السريه على تدريبات فريق الترجي التونسي وبيفرض حاله من التعتيم الاعلامي منع كافه يعني الاحاديث الصحفيه سواء لي او للاعبين. طبعا بيعود محمد علي بن رمضان وعبد القادر بدران والمعز بن شريفيه بعد مشاركتهم مع المنتخب، وايضا بيعود الحارس مصطفى فاروق. يعني تقدر تقول ان بعض اللاعبين اللي كانوا غائبين عن فريق الترجي التونسي في الفتره الاخيره هنا، يعني النادي الاهلي حاله من الجديه حاله من التركيز بتفرض نفسها على معسكر وبعثه فريق النادي الاهلي. ايضا الناحيه الثانيه الجانب الاخر فريق الترجي التونسي حاله من الجديه من التركيز بتفرض نفسها ايضا على فريق الترجي التونسي، لكن بمشيئه الله محمد لعيبه النادي الاهلي قادرين ان شاء الله على تحقيق الانتصار في المباراه الاولى او الشوط الاول هنا في تونس، ومن ثم ان شاء الله تحقيق الفوز ان شاء الله في مباراه العوده، ومن ثم ان شاء الله الصعود الى المباراه النهائيه وتحقيق اللقب العاشر بمشيئه الله. من جديد اتعود ليك الكلمه يا محمد. اهلا بحضراتكم من جديد، شكرا بالتاكيد للزميل العزيز فاروق صلاح على كل هذه الايضاحات، ونتمنى التوفيق يا رب للاهلي في مباراه رادس قاتله في رادس. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، هنشوف مع بعض المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا واهتمام السوشيال ميديا بمباراه الاهلي والترجي. اول حاجه معايا الحساب الرسمي للنادي الاهلي على تويتر، رحبوا بعوده معلول وديانج وابواليا بعد انضمامهم لبعثه الفريق وكتبوا هنا تونس، مرحبا بعودتكم معلول ديانج بواليا بعد انتهاء الاجنده الدوليه بالامس. طيب نشوف كمان معانا الحساب الرسمي للنادي الاهلي والصفحه الرسميه على الفيسبوك، صوره لمحمد مجدي قفشه، هو 19 هو قفشه هو الولد قفشه. طبعا التعليق الشهير اللي كان موجود في نهائي افريقيا، وان شاء الله قفشه يكون جاهز لمباراه يوم السبت القادم. نكمل مع بعض برضو ونشوف ده حساب الرسمي لجول على تويتر، يبدو أن موسيماني وقفشة يضعان خطة فوز الأهلي بالعشرة، الصورة معبرة. هنا طبعا بيتسو موسيماني بيطمن على محمد مجدي قفشة وقيمة الصورة وعظمتها في التقاط الكادر نفسه، موجود معاه صورة الإعلان معاك يا أهلي، كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي في مباراة يوم السبت القادم، وبإذن الله يكون الفريق على هبة الاستعداد لهذه المباراة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.
اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين المره دي النهارده معانا فيها جزء متخصص بالتحليل الفني لمباراه الترجي والاهلي يوم السبت القادم. عشان نعرف كل التفاصيل الفنيه هنطير الى تونس من خلال ترند اونلاين عبر السكايب مع النجم الكره التونسيه والمحلل الرياضي الكابتن حسام الحاج علي نجم الكره التونسيه. كابتن حسام برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك ومنورين ومرحبا بكل مشاهدين قناه الاهلي. يعيشك برشا. وفي البدايه وانا بسالك على رؤيتك لمباراه الذهاب من خلال متابعتك لكلا الفريقين الاهلي والترجي، الرؤيه لهذه المباراه وخاصه ان الاهلي حامل اللقب والترجي هو حامل البطوله في العامين الماضيين بالتاكيد عام 2018 و2019. شوف، هو اكيد كل متابعين الكره الافريقيه يعرفوا ان تقريبا هذا نهائي قبل الاوان. فريقين تقريبا من افضل الفرق الافريقيه في السنوات الاخيره، الاهلي بطل القاره الموسم الفارط، الترجي الرياضي بطل القاره في النسختين السابقتين، يعني فريقين صراحه في قمه التالق. فريقين يحبوا ياخذوا الشامبيونز ليج، الاهلي يحب ياخذ الشامبيونز ليج للمره الثانيه على التوالي، والترجي الرياضي يحب يستعيد اللقب. اكيد المباراه متوازنه، واللي يقول لك نقدر نتكهن بالفريق اللي سيتاهل صراحة صعب وصعب جدا، خاصة الفريقين في قمة العطاء نتاعهم، فريقين التحذيرات نتاعهم تقريبا متقاربة، الترجي الرياضي تقريبا من أكثر من أسبوعين الدوري متوقف ملعب ولا مباراة رسمية فقط مباراة ودية، الأهلي نفس الشيء من بعد كأس العالم للأندية تقريبا كل مبارياته مؤجلة وخذا وقت كافي أنه يحضر لهذه المباراة، لذلك نقدر نقولوا الفريقين داخلين بحظوظ نوعا ما 50% 50%. لكن السؤال هنا، هل تقريبا ال 20 يوم راحه اللي اخذوها الفريقين هل ستكون في صالحهم ولا مش في صالحهم؟ لانه هذا سلاح ذو حدين. بعض المدربين يخيروا انه يكون هناك نسق، هناك مباريات احسن تحضير لمباراه بهذه القمه وبهذه القيمه هو انك تلعب مباريات، وهناك بعض المدربين يقول لك بعد الماراثون الكبير للمباريات الافضل ان ناخذ اسبوعين 20 يوم راحه، نعطي 4-5 أيام للاعبين راحة ثم نحضر اللاعبين لهذه المباراة. يعني الفريق اللي يكون استفاد أكثر من هذه فترة الراحة ممكن العامل البدني سيصنع الفرق. هل تتوقع أن ممكن الراحة السلبية لكلا الفريقين في الفترة الأخيرة ينعكس على المستوى الفني في لقاء الذهاب في رادس؟ شوف، هو إذا كان في فريق أخذ راحة والفريق لا ممكن نحكيه في الموضوع، لكن الشيء الايجابي ان الفريقين خذوا هذه الراحه السلبيه تقريبا بنفس القدر، تقريبا اكثر من اسبوعين راحه، وانا كنت من وجهه نظري انا كفني كنت نخير انه يكون هناك نسق اكثر، يكون هناك مباريات رسميه افضل من انك تلعب مباريات وديه، لكن شوف خبره الفريقين والامكانيات الفنيه الموجوده، فريقين صراحه مسيطرين على القاره السنوات الاخيره، اظن ان هذه المباراه مباراه مغايره تماما لكل المباريات. موضوع سيكون اكثر موضوع ذهني وموضوع تكتيكي، اتوقع ان بدنيا الفريقين سيكونوا جاهزين 100%، لكن الموضوع سيكون اكثر نفسي وتكتيكي من انه سيكون بدني. تمام، من خلال متابعتك لفريق الترجي التونسي كابتن حسام، عناصر القوه والضعف في هذا الفريق خاصه ان النسخه الحاليه الاعلام التونسي او الجماهير التونسيه بتصفها ان الترجي مش بنفس القوه اللي كان موجود فيها تحديدا عام 2018 و2019. شوف، كل متابعين الكره التونسيه يعرفوا ان نسخه 2018 و2019 كانت افضل من الناحيه الفنيه. تمام. كذلك من الناحيه البدنيه. لما يكون عندك لاعبين بقيمه فرانكوم وكوليبالي اللي صراحه افضل ثنائي دفاعي ممكن في القاره السنوات الاخيره لما لعبوا مع بعض، ولما يكون عندك البدري في قمه تألقه على الجهه اليمنى والبليلي على الجهه اليسرى، أربعة لاعبين صنعوا الفارق بطريقة ممتازة جدا، إضافة إلى سعد بكير لكل ملعب سواء أساسي أو دخل وسط المباراة يصنع الفارق. اليوم الترجي الرياضي فقد كثير من قوته الهجومية، خاصة أنه البليلي غايب، صحيح عنده الهوني، لكن الهوني مدة طويلة كان غايب، إصابة تقريبا أكثر من 3 أشهر، مازال ما استعادش الفورمة نتاعو من الناحية البدنية. البدري نفس الشيء، قبل عودته للترجي تقريبا سنه كامله في اتحاد جده ما لعبش، يعني نقص نسق مباريات. غياب الخنيسي ممكن يكون مؤثر، لكن الفرق هذا الموسم عنده بالرمضان
لاعب ممتاز جدا، لاعب شاب يصنع الفارق تقريبا في كل المباريات. لكن جماهير الترجي تتمنى انه هذه الفترة الراحة اللي اخذها الترجي الرياضي تقريبا 20 يوم يكون معين الشعباني، واكيد هذا هو اللي حصل، اشتغل بدنيا مع الهوني ومع البدري حتى يكونوا في التوب. لو يكون البدري والهوني في التوب مع بن رمضان، اظن ان الترجي الرياضي يصبح لن يكون اقل قوة من 2018 و2019 الا اذا كان البدري والهوني في التوب بتاعهم من الناحية البدنية. أكيد. كابتن حسام الحاج علي نجم الكرة التونسية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة ولهذا التحليل الفني للقاء الذهاب بإذن الله يوم السبت القادم بين الترجي والأهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. أخرج فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد، والفقرة الأخيرة في برنامج الترند هو الجزء المخصص لتعليقات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة على توقعاتكم للتشكيل اللي ممكن يلعب بيه الأهلي مباراة الترجي يوم السبت القادم. أحمد سعيد بيقول الشناوي، معلول، بنون، ايمن اشرف، بيكهام، السليه، ديانج، الشحات، افشا، اجايه، شريف. ونتمنى التوفيق للاهلي ان شاء الله العشره بتوقيت الاهلي، العشره في الجزيره يا رجالتنا، ربنا يوفقكم يا ابطال افريقيا. احنا كجمهور الاهلي بنقول في الفوز نزداد عشق وفي الهزيمه نزداد فخر. سعيد بيقول الشناوي، بيكهام، ما بين قوسين اكرم توفيق، بنون، ايمن اشرف، علي معلول، عمرو السليه، اليو ديانج، افشا، حسين الشحات، صلاح محسن، محمد شريف. نشوف كمان تعليقات اخرى. احمد افشا 74 بيقول الشناوي، معلول، ايمن، بنون، بيكهام، السليه، ديانج، افشا، طاهر، الشحات، شريف، وان شاء الله اي 11 راجل هيلعبوا هيبقوا قدها يا رب باذن الله. كمان تعليقات اخرى. عبده بيقول الشناوي، بيكهام، بنون، ايمن اشرف، علي معلول، عمرو السليه، اليو ديانج، افشا، حسين الشحات، صلاح محسن، محمد شريف. ايمن جمال بيقول الشناوي، اكرم توفيق، بنون، ايمن اشرف، علي معلول للدفاع، ديانج، السليه، امامهم الشحات، افشا، طاهر وسط الملعب، ومحمد شريف راس حربه. معظم الاراء رايحه في اتجاه يا اكرم توفيق يا احمد رمضان بيكهام، والكل بيثق ان افشا هيبدا من بدايه المباراه. ان شاء الله اي 11 في الملعب هيكونوا جاهزين ورجاله في هذا اللقاء الكبير. بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير الاسبوع القادم والاهلي محقق نتيجه ايجابيه في لقاء الذهاب تساعده بشكل قوي على نتيجه لقاء الاياب بعدها باسبوع. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.